هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أهلا بحضراتكم، اليوم هنلتقي مع واحد من أعلام القراءة في النصف الأول من القرن العشرين، وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود رمضان رحمة الله عليه. كان يلقب بالكثير من الألقاب كملك الكرد لأنه أجاد تلاوة القرآن الكريم بمقام الكرد، وهو مقام نادر في مصر وخصوصا في هذا الوقت. الشيخ رمضان بدأت موهبته واعتلى دكة التلاوة في سن 9 من العمر، وامتد بالعمر لسنوات من العطاء ملأ فيها السمع والبصر بتلاوة القرآن الكريم. الشيخ محمود رمضان في مصر دولة التلاوة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من تميز الشيخ رمضان بأنه ملك لمقام الكرد، قرأ القرآن بقلبه قبل لسانه، وطوع نفسه على مقام الكرد الذي أخذه من الشيخ علي محمود. محمود رمضان علامة فارقة جمع بين القراءة وبين التواشيح. رحم الله ملك الكرد الشيخ محمود رمضان. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وأنا أتحدث حول فضيلة الشيخ محمود رمضان والملقب بالمقرئ المعجزة مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي كمان. أهلا بحضرتك الدكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أولا يعني إن طفل في عمر 9 سنين يعتلي الدكة ويوصف بأنه طفل معجزة في قراءة القرآن الكريم، فأكيد شخصية فريدة بكل تأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معنا اليوم شخصية لما لاقت الرعاية والعناية استطعنا أن نستفيد منها، وهناك كثير جداً ممن كان مثل هذه الحالة، ولكن لأنهم لم يلقوا العناية والرعاية المناسبة فضاعوا في مسيرة الحياة. صحيح. ما الذي يحدث؟ عندنا الآن محمود ابن محمد رمضان. محمد رمضان ساكن في باب البحر في منطقة باب الشعري، يودي ابنه إلى كتاب الشيخ محمد المغير رحمه الله تعالى، والولد يحفظ. إمتى الكلام؟ محمود رمضان
ابن محمد رمضان مولود 1929 وعاش معانا 53 سنة، فميت سنة 81، يعني برضو زي ما بنقول اتخطف. لكن محمود ولد ضرير، فوداه للشيخ محمد المغير علشان يحفظوا القرآن، فحفظوا القرآن. عايزين ننتقل للمرحلة التانية وهي الأحكام والتجويد والحاجات اللي زي كده، فوداه لواحد من العلماء، مش اللي هو بيحفظ بقى السرد ده اللي بيعلم المخارج واللي بيعلم أحكام الغنة والمد وكذا إلى آخره، سعيد الكبابجي، فضيلة الشيخ سعيد الكبابجي، اللي بيعلمه بقى الـ 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 الأداء والعطاء والقراءات سعيد عبد الله. يبقى هو تنوعت المشايخ بتاعته على التراتيب التي يسير فيها الإنسان بالعناية والرعاية. أكيد. محمود رمضان بيسمع مين حينئذ؟ هو مواليد 29. علي محمود. علي محمود أستاذ الكل. طبعا. أستاذ داروش الحريري، أستاذ رفعت، أستاذ وأستاذ في إيه؟ في المقامات. ومن ضمن المقامات التي كان يقرأ بها ويوشح بها ويعلمها مقام اسمه مقام الكرد. مقام الكرد ده ما تلاقيش حد يقرأ بيه أبدا، لأنه هو مقام أصلا، يعني تلاقي مثلا الأكراد الإيرانيين الأتراك المنطقة بتاع الشمال دي بتاع شمال العراق دي، أيوة يقولوا الكرد ده كتير، مش منتشر عندنا احنا هنا. لا احنا مش المقام الشائع عندنا أو المقامات الشائعة عندنا. ولما تتتبع القراءات القراء بتوعنا تلاقيهم يعني ايه ما يدخلوش في الكرد ده كتير. محمود ابن محمد رمضان لقط من علي محمود، الشيخ علي محمود، الشيخ علي محمود استاذ الكل يعني، ايوه، لقط منه كيفيه اداء مقام الكرد. ابتدى الشيخ سعيد عبد الله ياخده ويوديه الليالي، وفي وقت معين جلالة الملك كان في حاجة اسمها مدرسة التجارة بالمنيرة، عندنا شارع القصر العيني كده، كان في التجارة القديمة بتاعت عين شمس. التجارة القديمة بتاعت عين شمس دي اسمها مدرسة التجارة، وكان قصادها حاجة اسمها دار العلوم. حضرة جلالة الملك راح مطلع قرار ملكي بضم وتحويل مدرسة التجارة العليا إلى كلية التجارة، وأن تتبع جامعة القاهرة. فالمكان ده اللي في المنيرة اللي هو دلوقتي بقى مكانه معهد التعاون. أيوة مظبوط صح، واخد بالك المكان ده اللي هو معهد كلية التجارة الأول أو مدرسة التجارة زمان، ونقابة الفلاحين ومش عارف إيه والتعاونيات، معهد التعاون ده هو كان مدرسة التجارة اللي حولها الملك تبعا لجامعة القاهرة إلى كلية التجارة جامعة القاهرة. وفضلوا يدرسوا لغاية ما نقلوا هناك في الحرم الجامعي عند القبة اللي بنتها الأميرة فاطمة بنت إسماعيل، ومعاها مجموعة من البشوات، ودي بقت تجارة عين شمس لغاية ما عين شمس راحت في المكان اللي هي موجودة دلوقتي في العباسية. فكل دي قصص شاهدنا بعضها يعني عصرناه، وبعضها كان قبلنا. عاملين حفلة، الشيخ سعيد عبد الله مسك محمود الصغير 9 سنين وراح بيه للحفلة دي. الراجل مدير المدرسة سمعه انبهر، ده اسمه الطفل المعجز، وقدمه للناس في الحفلة بهذا الاسم. ستستمعون الآن يا معشر الخلق إلى الطفل المعجز. وخرج الطفل المعجزة علشان يقرأ لهم القرآن الكريم بمقام الكرد
كما لقطه من الشيخ سيدنا علي الشيخ محمود. علي محمود. علي محمود كان ضرير، وده كان ضرير سبحان الله. وبدأ صيته ينتشر، ومع صغر سنه زاد الطلب عليه، علشان عايزين نشوف التحفة ده اللي هو مع صغر السن حافظ كويس حلو قوي، الصوت تمام، الأداء تمام، وفي حاجة جديدة كمان، وهو أنه بيجيب الكرد، والكرد ما هواش كل واحد يقدر عليه. تتلمز عليه في هذا الشأن الشيخ الهلباوي. الشيخ الهلباوي المبتهل المعروف. المبتهل المعروف كان ساكن في باب الشعرية، شاف محمود رايح محمود جاي، صاحبه بقى تلميذه علشان يعلمه ازاي المخارج والمداخل بتاعت المقامات اللي متعلمها دي سماعا وزي ما تقول فطرة. مين بعد كده؟ واحد كان اسمه محمد عمران. ومحمد عمران ده هو كان الناس يعني مبسوطين بيها قوي، وبرضو زي ما بيقولوا المصريين اتخطف يعني هو بأجل بأجله، ولكن يقولوا كي يعني اتخطف يعني مات صغيرا، يعني ما فيش اعتراض ولا حاجة، في تسليم بأمر الله، ولكن يعني الفرصة بتاعت الحياة كانت قليلة. وأصبح من تلامذته محمود رمضان، أصبح من تلامذته الاثنين دول، محمد الهلباوي ومحمد عمران، وبقوا يروحوا مع بعض ويجوا مع بعض ويعملوا كده. محمد عمران الله يرحمه برضو كان ضرير، الله يرحمه، لكن استفاد من مدرسة أو من محمود رمضان فيما بعد. طب محتاج اطلع فاصل، وبعد الفاصل شايف دافع عينيك حقيقي، شايف دافع عينيك انك عايز تطلع فاصل، اطلع فاصل. اشكر حضرتك، وبعد الفاصل نعرف ازاي بقى يعني من سن 9 سنين وهو بيقرا، وكان القارئ المعجزه والطفل المعجزه، يقعد تقريبا 35 سنه عبال ما يلتحق بالاذاعه، عمر تاني خالص. نعم عمر تاني. هنعرف ده بعد الفاصل ان شاء الله من حضرتك. شكرا جزيلا في الدكتور، ارجوكم خليكم معانا. صاحب نوعية التينور، الصوت النقي، الجوابات الحادة، التحكم، المرونة، البريق في الصوت، القارئ الذكي. لماذا؟ لأنه لاحظ أن معظم القراء لا تستخدم مقام الكرد، يمكن يكون استخدمه قبل كده الشيخ علي محمود رحمه الله، ولكن هذا المقام لا يتناوله الكثير من القراء، فأبدع فيه. وكان في السابق يعترفون أو يعتبرون المقامات 7، واختصروها في كلمتي صنع بسحر، الصاد صبا، والنون نهواند، العين تعني العجم، الباء البيات، السين السيكا، الحاء الحجاز، الراء الراست. وبعد ذلك تم الاعتراف بمقام الكرد وضمه، وأصبحت المقامات الأصلية 8، وقيل صنع بسحرك. هذا موجز لأسماء المقامات. مقام الكرد مقام ناعم،
وهذا الأمر متواجد في صوت فضيلة الشيخ محمود رمضان، أتقن وأبدع وأثر كرد أيضا في هذا المقام معه، وتعرض لمقامات كثيرة البيات، والبيات من نفس درجة الكرد والصبا والحجاز، وكذلك ذهب إلى الراست، ذهب إلى النهواند، والنهواند يعتبر هو الأصل لأن الجنس الفرعي فيه كرد. إذن تلقائي ما دام يستخدم النهواند فكل آية أو اثنتين يرتكز على قرار النهواند. سأسمعكم نموذج لمقام الكرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مقام جميل استصاغه الناس وبدأوا يسمعوه وعشقوا هذا المقام بأداء المتميز المتألق الشيخ محمود رمضان. في حي باب الشعرية، والذي يحمل بين طياته عطر الروح المصرية الأصيلة، فهنا شارع المعز، وهنا تاريخ القاهرة الفاطمية، هنا عاش الشيخ محمود محمد رمضان ليحمل آيات الله تعالى عز وجل ويطوف بها في أسماع المحبين. وبين العديد من بيوت الله ارتبط الشيخ محمود محمد رمضان بمسجد سيدنا الحسين ليكون المسجد الذي يقيم فيه شعائر الله بشكل دائم. حبي ليه في منزلة أبي كنت أخشاه أكتر من أبويا. كان صديق قبل ما يكون أب. اتعلمت من الشيخ محمود محمد رمضان حب القرآن وحب تلاوتي وحب السماع إليه. يوم وفاته كان مجمعنا وقال لنا حبوا بعض وخلي بالكم من بعض. أنا سامع صوت عصافير بره رغم إن مفيش شجر عندنا في المنطقة، بس سامع صوت عصافير كمية مهولة. قال لي خش نام، قلت له لا انا قاعد جنبك شويه. فهو نام وحط ايده على خده تقريبا الساعه 7 7 ونص متصحيه عشان خاطر ياخد الحقنه. كان توفاه الله على كده. انا عارف هو فين دلوقتي، في الجنه ان شاء الله بفضل القران الكريم اللي حفظه في قلبي. وبعد سنوات في خدمه القران الكريم صعدت روحه الطاهره الى بارئها ودفن في مقابر صلاح سالم بالقاهرة. مرحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وفي ظل الحديث حول فضيلة القارئ الشيخ محمود رمضان رحمة الله عليه، من جديد برحب بفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم فضيلة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تقريبا من سن 9 سنين لسن 44 سنة، طول الفترة دي كلها القارئ الشيخ محمود رمضان لم يتقدم للإذاعة ولم يختبر فترة طويلة جدا رغم شهرته، فإيه السبب في الغياب ده كله؟ سبب التأخر الهالة اللي موجودة حول الدخول إلى الإذاعة. يعني ساعات المقرئ ما يصدقش انهم هيقبلوه، وساعات يألفوا انه هيرفضوني او انهم متعنتين ضدي او انهم او ان هو حيران بين الابتهال وبين القراءة، في حين ان هو مال الى القراءة ولكن ما سابش الابتهال ولا الانشاد. كان ليه ايها المختار أيوة، واحدة من الروائع يعني. وكان يجمع عنده في بيته القراء والمنشدين وكان يشتغل الشغل ده، يروح بقى يسجل ويقفل نفسه في القراءة ولا يقفل نفسه في الإنشاد. وبرضو عدم يعني أن الإذاعة تشترط هذا الشرط أنه لابد من واحد منهما ولا يجوز الجمع بينهما، برضو الحاجات دي كانت بتبقى معطلة شوية
قضية التسجيل فيتأخر. سنة 72 تقدم وانبهروا به برضو والشيخ رزق حبة كان موجود، الشيخ محمود برانق كان موجود، الشيخ وهكذا واجتاز وبقى. ولكن التسجيلات بتاعته أيضا قليلة قليلة، حتى في الإذاعة كانت قليلة. يمكن 5 سنين بعد اعتماده حتى كان في الضل، ما كانش بيقرأ كتير، ما كانش بيوكل إلي تلاوات كتير يعني. يعني يقال يعني هي أرزاق هي أرزاق. ولكن الشيخ محمود بالذات له أشياء برضو الإذاعة لا تذيعها. يعني مثلا عندك أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى هو اشترك مع الشيخ النقشبندي ومع الناس الكبار اللي قبل كده، اسماعيل سكر تقريبا، اسماعيل سكر وكده في أسماء الله الحسنى. مظبوط. قمت لاقي الإذاعة بتذيع بتاعت فرقة الموسيقى العربية. طيب بتحرموا الناس ليه من الشيخ محمود رمضان؟ أين تراث الشيخ محمود رمضان؟ فبرضو من منبر برنامجك ده احنا بندعو المسؤولين في الإذاعة الاهتمام بتلك الأيقونات التي تمثل وجه مصر والتي تمثل كفاءة دولة التلاوة والتي تمثل للشعب الماضي والشعب القادم قيمة ومعنى، وإنهم ياخدوا بالهم من قضية إنه يزيعوا هذه الأشياء حتى ولو بطريقة الجدول، يعني مرة كده ومرة كده. لكن التجاهل ده ملوش لازمة وملوش أي فائدة لا للوطن ولا للمؤسسة. رحمة الله عليه. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، ونراكم على خير. إلى اللقاء. سورة آل عمران لها فضل عظيم. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومعنى هذا أن هاتين السورتين تدافع عمن لازم قراءتهما، ففضل آل عمران فضل عظيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. Yeah.
علينا.